شباك مراد؟ ما بانش شي. يعني من أول ما مشينا وانت ما حكيت ولا كلمة، مالك طبيعي وكأنه عيونك تعبانية. الصبح حكيت مع داليا وكنت كتير متضايق، بس مشي الحال. هلأ رقت. انت متأكد؟ الشي الوحيد يلي هلأ تركيزي عليه هو انت وبس. عم تفهمي؟ عم بفهم. كأنك اليوم كمان أخذ مهدئات. تعرف شغلة؟ ما عاد قلك شو عم بيصير معي. مو على كيفك بدك تقولي. عم ترفع صوتك علي؟ طيب بكرة بتشوف يا مراد، رح أخليك تندم، وإذا مفكرني ما بقدر عليك بتكون غلطان. أنا ما بشك إنه عندك هالمقدرة بنوب، بالعكس. إلا كان توقع مني ساوي شغلات كتير. هاتي إيدي. شو عم تعمل تطلع قدامك مراد؟ عم بسلك إيدك، شو بدك فيني؟ ولا لك خليني سوق بلا ما نموت من الحب.